مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر. نتواجد أمام مسجلات بن رشد اللي كتشهد ضغط كبير دائما، ماشي فقط اليوم، وذلك بسبب ضعف المنظومة الصحية في المغرب وكذلك التوزيع الغير عادل في باقي المدن المغربية. كنتكلم على المستشفيات الجامعية وكنتكلم كذلك على التخصص اللي في المغرب قليل وضعيف جدا. فتخيل ان هناك من المستشفيات بالمغرب ما عندهمش تخصص جراحة العظام، ما عندهمش تجهيزات، ما عندهمش الخيط، ما عندهمش البنج، ويطلبوا من المواطنين انهم يقتنوا الادوية وهما في حالة حرجة. كنتكلموا كذلك على الضغط والعذر اللي ما كنعطيوش للاطباء وكذلك حتى الحراس الخاصين، ولو ان الحراس الخاصين كانوا بين قوسين المهمة ديال المعروفة ولكن التمسوا بهم العضو لان الضغط كبير. فتخيل ان شخص كيجي من مدينه بني ملال ولا شخص كيجي من مدينه الجديده من اجل العلاج هنا في مستشفى بن رشد، علاش؟ لان هناك ضعف في المنظومه الصحيه، مستشفيات غير مجهزه، ضعف في التخصص. كتمشي لشي مستشفى كيقول لك ما عندناش جراحه العظام، ما عندناش هذه، ما عندناش هذه، بزاف ديال الامور. فمثلا نعطيكم من غير حال على حسب التجربه اللي كتديرها بعض الناس من المواطنين، يعني التجربه ديال واحد التجربه صعبه ديال واحد الاسره، الابن ديالها رضيع كان زاد وكان محتاج الاكسجين، كان زاد في مدينه الجديده باش يتم الانقاذ ديالو، ما كاينش مكان ولا المستشفى غير مجهز. مستشفى محمد السادس بمدينه الجديده هذا مستشفى جديد تم التدشين ديالو ولكن غير مجهز، ما فيه والو. فتخيلوا انهم طلبوا منهم يجيبوه لمدينه الدار البيضاء مستشفى الهاروشي. فجا المستشفى الهاروشي ما لقاوش ليه بلاصه، بقاو كيتسناو حتى هذاك الرضيع فارق الحياه والاسره ديالو ضاعت في الابن ديالهم لان ما كاينش العدد كافي ديال الاسره والمستشفيات غير مجهزه. فغير هذه فيها الكسير، هذا الابن ديالك توفى لان المستشفيات في المغرب غير مجهزه وغير كافيه وزيدوا من داكشي اللي انتوما كتعرفوا. ملي كنتكلموا على جرح ديال احد المواطنين في مدينه الدار البيضاء مثلا، الا مشى للبرنوسي وكان مجروح في البرنوسي فكيطلبوا منه انه يمشي للمستعجلات هنا، علاش؟ لان ما عندهمش تخصص وما عندهمش الامكانيات انهم يديروا ليه عمليه في هذاك المستشفى مثلا ديال المنصور او مستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي او مستشفى ديال السلسله، ما عندهمش تجهيزات، ما كاين والو. الضغط كله كيتكون على المستشفيات ديال بلوش، هنا كاين اشكال، هنا خاصنا نعطيو قيمه للمواطن القدام ونعطيو قيمه لهاد الاطباء اللي الضغط عليهم كثير وما كنرحموهمش، لان ما يمكنش غادي ترحم الطبيب وانت كتشوف الام ديالك ولا الاب ديالك كيتوفى. يعني صحيح بان الطبيب الجاد اللي عنده راه هذاك العدد كثير وكثير وكثير جدا، راه ماشي من مدينه الدار البيضاء، من جميع المدن في المغرب كيصلوا الجرحى او المرضى اللي في حاله حرجه لهنا مستعجلات بن رشد. اذا الضغط كبير، علاش ما يكونوش دوك المستشفيات مجهزين؟ السكانر كتلقاه خاسر، اذا دورتي فلوس يعني خرجتي فلوس من جيبك السكانر كيولي خدام، بزاف ديال الامور، منظومه صحيه فاشله وفاشله جدا. الدول تستثمر الاموال ديالها يعني في التعليم العمومي وفي قطاع الصحه، هادو جوج ديال الميادين اللي خاصهم يكونوا من اولى الاولويات. للاسف التعليم، ثم كتعرفوا شنو وقع هاد الايام في المغرب، الاضرابات ثم الاضرابات، هادشي علاش الاسر فقدوا الثقه في التعليم العمومي ولو كيتوجهوا للتعليم الخاص بجميع المحاسن والمآسي ديالو بالغلاء ديالو. ولكن كيف ما كان الحال الابن ديالك ما كيضيعش. قطاع الصحه الا ما عندكش فلوس ما غاديش تعالج، يعني الجميع ولا كيتوجه للمستشفيات او المصحات الخاصه من اجل الاستشفاء. كاين مشكل في المغرب. فاحنا كنتكلموا على تنظيم كاس العالم، واش غادي نستافدوا من كاس العالم في قطاع الصحه او لا؟ الله اعلم.
هذا هو التخوف، انك تنظم كاس العالم وما تستفد والو من هذه الكاس العالميه في قطاع الصحه. إذا غادي نوصلوا لنهاية المباشر، تبارك الله عليكم.